معانا على التليفون العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة السادات. ألف ألف مبروك سيادة العميد. يا كابتن أيمن ألف مبروك عليك ومبروك لكل المصريين، مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره وأعضائه، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومبروك طبعا على رأسهم كابتن محمود الخطيب. أنا يمكن بس يعني بعمل مداخلة عشان هاخد الكلام من كابتن أسامة حسني. النهارده البطولة العاشرة دي ناتج جهد حصل خلال أربع سنين من أول يوم دخلنا فيه كابتن محمود دخل فيه الانتخابات ومجلس ادارته لغايه التاسعه، التاسعه دي كانت هي الفايطه الاوليه دي اللي غيرت الشكل العام للكره المصريه ورجعنا تاني للانتصارات ورجعنا تاني للجيل الذهبي للكره المصريه. كابتن محمود الخطيب في الفتره دي فعلا كان في جهد بيبذل. النهارده انت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والرياضه المصريه والكره المصريه ابتدت تجني من ثمار الجهد اللي بيحصل، عشان كده احنا بنقول اي مؤسسه بتدار بشكل منظم بشكل علمي بدون اغراض شخصيه بنوصل النهارده للناتج اللي احنا فيه. النهارده كل الشعب المصري بيفرح في خلال 10 شهور تاني في افريقيا. النهارده انت بتثبت للناس كلها اللي انت نمره واحد في افريقيا، نمره واحد في الشرق الاوسط، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باللي انا شايفه مع مستر موسيماني ان شاء الله هيبقى في نتيجه انا متوقعها في اليابان، هيبقى في كاس العالم. اتمنى ان شاء الله اللي احنا هنحقق نتيجه وهتبقى نتيجه كويسه جدا هتبقى فيها ابهار الناس كلها، لان كان اختيار برضه مستر موسيماني والتحدي اللي كابتن محمود الخطيب اخذه على عاتقه كان تحدي قوي جدا. انت بتجني ثماره النهارده صحيح. طبعا الف مبروك، ما عندناش حاجه نقدر نقولها غير مبروك. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر كلها وكل سنه وكل المصريين طيبين بعيد الاضحى كده. الناس تعيد واتعيد وهي مبسوطه، يا رب دايما النادي الاهلي بيفرحنا، يا رب دايما انتصارات، وان شاء الله برضه منتخب مصر يبدا مشواره في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله تبقى نتائج موفقه يا رب ان شاء الله. اتفرجت على الماتش فين يا سياده العميد؟ عمر ثاني دايما اتفرجت على الماتش فين؟ اتفرجت على الماتش وانا في الساحل معايا كابتن اسلام اسلام الشاطر معايا، قعدت اتفرجت على الماتش والله كنت الناس كانت اجواء جميله جدا يعني. طب حلو. كنت متوترين او قلقانين الشوط الاولاني حاسين بقلق ان الفوز اتاخر شويه، ولا كان عندكم الثقه ان النادي الاهلي هيكسب؟ انا الحمد لله يعني اسلام كان متوتر شويه، انا الحمد لله انا كان عندي ثقه وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان احنا كسبانين، وانا قايل لكابتن اسامه حسني امبارح وكان طارق قنديل بيكلمني النهارده قلت له طارق احنا كسبانين ما تقلقش، على الاقل ثلاثه او اربعه ما تقلقش، اهم حاجه بس اهم حاجه يعني نبقى كلنا روح واحده وما نستعجلش الانتصار، ولكن احنا بامر الله ربنا معانا، لان احنا عشنا اجواء ما حدش عاشها صحيح، ما حد هيشوفها. الاربع سنين دول تاريخ بيتعمل في الرياضه المصريه وتاريخ بيتعمل النادي الاهلي وتاريخ اعاد الكره المصريه تاني اللي احنا كلنا كنا وصلنا له لغايه 2014 يعني. فاتمنى صحيح. اتمنى ان شاء الله هنكمل تاني بالشكل ده باذن الله. جات لك الثقه دي منين بقى؟ انت واثق اصلا في الجهاز الفني والمنظومه ككل ولاعيبه النادي الاهلي؟ انا واثق فيهم كلهم لان في تعب وفي متابعه، وكان في متابعه يوميه. انا شايف الناس بتتعب ازاي، شايف الناس بتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ازاي، شايف الناس بتحب بعضها ازاي، صحيح الناس النهارده وقفت ضد مؤامرات كتير ازاي، خلي بالك ده كل ده اللي بيديك اليقين. ما انا عايزك تحكي عشان الناس تعرف، عايزك تحكي عشان الناس تعرف. لا في حاجات ما بتتحكيش، ولكن انا عايز اقول للناس كلها اتوكل على الله، اعمل الصح، اشتغل، اجتهد، ادعي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك طالما نيتك صافيه لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويخلي جهدك بالنجاح. النهارده محمود الخطيب اثبت للناس كلها الاخلاق، وقلناها قبل كده في التسعه، الاخلاق، الاداره الصح، الاداره بدون اغراض هي اللي بتوصلك للناتج ده. الناس بس بتبقى مستعجله وعايزه يعني بسرعه، لا 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 في حاجه اسمها صبر صحيح. وهو دايما كان بيقول مش عايزين نفرح قوي عشان ما نزعلش قوي، دي رياضه في الاول وفي الاخر، انت بتربي اجيال يا كابتن. مظبوط مظبوط. قواعد واسس ومبادئ، الرياضه دي اخلاق، الرياضه دي النهارده انا كنت لسه بتكلم فيها، اكثر اثنين بيأثروا في البيت المصري المدرب والمدرب. صحيح. دي مهمه جدا جدا، انت ازاي بتعلم ابنك تعليم كويس عشان يبقى في المستقبل راجل بيخدم بلده، ازاي النهارده بتلعب ابنك رياضه عشان يبقى في المستقبل برضه بتخدم، النهارده انت بترفع علم مصر فين؟ بترفع علم النادي الاهلي فين؟ مظبوط. محمد صلاح النهارده فين؟ مظبوط. الرياضه. النادي الاهلي النهارده فين؟ النادي الاهلي النهارده سفير افريقيا بالنتائج. مظبوط. كلام. انت ما بتقولش اصل انا لا احنا بالنتائج انت بطل افريقيا، بالنتائج الاتحاد الافريقي بيحتفل في 25 سنه انجازات، النادي الاهلي اكثر نادي وصل النهائي، اكثر نادي حصل على افريقيا. صحيح. حقيقة ولا احنا بنتكلم اي كلام؟ لا لا كلام حقيقي فعلا، كلام واقعي. احنا بنقول للناس كلها لو سمحت اجتهدوا، اشتغلوا، اجتهدوا واشتغلوا، بطل كلام كتير، ربنا سبحانه وتعالى هيوصل للنتيجة اللي انت عايزها ويحقق لك النتيجة اللي انت عايزها.
ألف 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 مبروك سيادة العميد، وبنشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد محمد مرجان.